نستمر في التأمل. كلمات للسيد رافض: إنه العظيم في قربه، إنه العظيم في قربه، إنه القريب في بعده، إنه الحي القيوم، إنه نور السماوات والأرض، إنه حياة الأحياء، إنه ذات الأشياء، الوجود وجهك، والوجود طمحتك، أينما تولوا فوجهك. سبحان من كان نهاية العلم فيه إدراك العجز عن العلم فيه. البحث عن الله أساس الجهل، والبحث عن الحقيقة أساس المعرفة عن النفس، والتعارف إلى النفس هو بداية الحياة، والحياة هي الكشف عن الله. المؤمن من رأى الله في خلقه لا شيء معه، ومن علمه في غيبه لا خلق معه. كلمات للسيد علي رافض: احنا بنعمل تأملات في الرسالة الفطرية. في عندنا شخصية هنتحدث عنها، ولكن بنرى الوحدة الإنسانية. إيمانك بأن الله من وراء هذا الكون بإرادته فعال لما يريد، وأن قانونه حاكم فواجب عليك تجريدا، واجب عليك تجريدا أن تفهم أن كل شيء في الكون بحلوه ومره، بحقه وباطله، بخيره وشره، الله من ورائه بإحاطته، ولو شاء الله ما فعل. فهذا واجبك من الناحية الإيمانية المجردة. إذا نزلت إلى أرض الواقع فعليك أن تختار، عليك أن تختار في أي معسكر أنت، وأنت كإنسان ترى حقا وترى باطلا من وجهة نظري. ولا نقول الحق لأننا لا نريد أن نعرفه، فما تراه أنت حقا قد يراه آخر باطلا، عليك أن تختار أنت. الإيمان بالغيب يجيء نتيجة طبيعية لإحساس الإنسان بعجزه وافتقاره إلى خالقه، وأنه غير قادر أن يرى هذا الغيب، بل إنه كلما ازداد علمه عن نفسه وعن عالمه المادي كلما شعر بافتقاره أكثر، حتى فيما هو ظاهر له من معرفة على أرض. فالإيمان بالله وهذا الإيمان، لأن هناك
أستطيع أن أحيط به.